كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. هذه الحكومة ماشي فوق الصحفيين وماشي فوق المواطنين وماشي فوق تحت. أنا ما فهمتش زعما علاش نقول فوق الصحفيين، بالعكس الصحفيين شركاء ديال الحكومة. الصحفيين يؤدون مهام نبيلة بالصعوبات وبالإكراهات وبالمشاكل واللي احنا واعيين بها. هذه الحكومة هذه ستنجح، وهذه الحكومة تمتلك كل مقومات النجاح، وهذه الحكومة ستكون حكومة فارقة في تاريخ المغرب وسجلها اليوم. والأمور بخواتيمها. الاحتجاج، احنا في بلاد ديال الديمقراطية، بلاد ديال حقوق الإنسان، بلاد ديال الحريات، احنا بلاد ديال الإنصاف والمصالحة، بلاد اللي عندها دستور المتقدم ديال 2011، بلاد اللي فيها جوج مؤسسات كبيرة تراقب حقوق الإنسان. كيف يمكن أن أضرب كل هذه الإيرادات هدف الصفر ونقول مجرد أنه كاين شي مواطن معين أو لا مواطنين ما عجبهمش شي قرار معين، نقول كاين الاحتجاجات خصني نوقف، أو كاين الاحتجاجات راه كاين شي وضع. راه كانت احتجاجات قوية في مناطق كثيرة في الحكومة السابقة واللي قبل منها واللي قبل منها، كانت احتجاجات خطيرة بأنه كورونا غيرت المفاهيم ديال العالم، وكورونا أثرت في الاقتصاديات وأثرت في الدول وفي البلدان بشكل كبير. شكون هو البلد اللي ما عندوش إكراهاته؟ غير موجود حتى بلاد، كل بلد بلد عنده الإكراهات ديالو. البلد المؤهل أكثر لجذب الاستثمارات على المستوى المنطقة ديالنا هو المغرب لاعتبارات كثيرة. هو أن الحكومة واعية بمعضلات البطالة في المجتمع، واعية بها. جبنا أوراش 2.25 مليار درهم، 225 مليار سنتيم، بفائدة واحد تقريبا ظرف سنتين واحد 250 ألف فرصة عمل. هذا اللي ما عندوش لا دبلوم ولا تكوين ولا استفد من اي حاجه مرتبطه، يعني استفد منها اللي عنده واللي ما عندوش، لان عرفنا بان كورونا خلات تداعيات، وقلنا هذا الشيء غادي نمشيو فيه بشكل متدرج باش نوصلوا لمليون فرصه عمل من هنا ل 2026.